توقف إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الحامدون من جميع خلقك. اللهم لك الحمد كما أقول وخير مما أقول وكما أنت به تقول. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجاب نوحا حين ناداه، وكشف الضر عن أيوب في بلواه، واستجاب ليعقوب فرد إليه يوسف وأخاه لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى، صاحب الحوض المورود والصراط الممدود واللواء المعقود، رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره، صلوا عليه، جعل الذل والصغار على من خالف أمره، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما رزقت وأمت وأحييت يا ذا الجلال والإكرام. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيا أيها الموحدون، ما أجمل أن نعيش هذه اللحظات مع ربيع القلوب، مع قوت القلوب وروح الروح، مع الأمل في رحمة الله تبارك وتعالى، مع التفاؤل. لو تأملنا أيها الموحدون حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا أنه ما من مصيبة على وجه الأرض إلا وقد أصيب بها. أصيب صلوات ربي وسلامه عليه في أبيه فمات قبل أن يراه، ثم أصيب في أمه فماتت، ثم أصيب بعد ذلك في أولاده فماتوا جميعاً في حياته عدا فاطمة، ثم أصيب في عرضه وطعن في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أصيب في جسده فأصابته الحمى صلوات ربي وسلامه عليه. صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليًا، أو كما قال القائل: صبت عليه مصائب لو أنها صبت على جبال حنين أو شكت تتصدع. إلا أنه كان أكثر الناس فألاً، وكان أكثر الناس أملاً. وتأملوا حينما نقرأ نماذج في كتاب الله عز وجل، نرى أن الإنسان لن يستطيع أن يتحرك إلا إذا كان عنده أمل في رحمة الله. فإنك أنت إن خرجت من بيتك في كل يوم
إنما تخرج أملاً في أن يرزقك الله تبارك وتعالى. الطالب حينما يذاكر ويسهر الليل فإن أمله أن ينجح في هذا العام. كذلك التجار يضربون في بقاع الأرض ويطون الفيافي والقفار ويعبرون الأنهار والبحار ويسهرون الليل بل ويطون النهار، إنما كل ذلك بسبب الأمل في أن يرزقهم الله عز وجل. المريض حينما يذهب إلى الطبيب ويأخذ العلاج فإنما يأخذه أملاً في أن يشفيه الله. إذن الأمل هو روح الروح وهو ربيع القلوب. أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق الدهر لولا فسحة الأمل. لو تأملنا حياة أنبياء الله عز وجل لوجدنا أن الله ذكر لنا نماذج في القرآن الكريم عدة. يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب، وكثيرا ما أتحدث عن قصة يوسف وكيف لا وقد سماها الله بأحسن القصص، كيف لا، وما من مهموم ولا مكروب يقرأها إلا فرج الله همه وأزال حزنه، كيف لا. وهذه السورة نزلت على النبي في عام الحزن تسلية لقلبه صلوات ربي وسلامه عليه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقفت عندها مليا خاصة في الأمل والفرج بعد الشدة. أيها الموحدون، نجد أن الشيخ الكبير نبي الله يعقوب أراد، ولكن أراد الله شيئا آخر. أراد إخوة يوسف ولكن الله أراد شيئا آخر. أرادت امرأة العزيز ولكن الله أراد شيئا آخر. أراد صاحبي السجن ولكن الله أراد شيئا آخر. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي ما أريد أعطيتك ما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فالله عز وجل اختصر السورة بأكملها في جزء من آية، وهي قوله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير منكم يمر بها مرور الكرام، معناها أن الله عز وجل يدبر تدبيرا لا يخطر لك على بال. معناها أن لله يدا تعمل في الخفاء فلا تستعجل هذه اليد ودعوها تعمل. معناها أن لله عز وجل لطفا يسري في أوصالنا في كل لمحة عين وطرف. إذن أيها الموحدون، في سورة يوسف يبين الله عز وجل كيف يكون الأمل. رجل طاعن في السن بوعد بينه وبين ابنه 40 سنة، ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل إن ولده الآخر أخذ رهينة في مصر وهو بنيامين. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق. بعد ذلك الأمل لم ينقطع عن الشيخ الكبير قط. سيدنا يعقوب عليه السلام لما جاءه بنوه بأن ابنه قد سرق ماذا قال يعقوب عليه السلام؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقبلها: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ابن عباس: اليأس من روح الله من أكبر الكبائر. وهذا ما قاله علي رضي الله عنه
قال: من أكبر الكبائر اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. هذه من أكبر الكبائر بعد الشرك وبعد القتل وبعد الزنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فأما اليأس من روح الله فهو أن تقيس الأمر بعقلك أنت، إن لله عز وجل مقادير، لله عز وجل في كل طرفة عين ألف ألف فرج. تأمل حينما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا. ومعنى تحسسوا يعني اذهبوا، والتحسس يكون بالأرجل وهو غير التجسس، فهو يكون بالأذان أو بالآذان. ما كان بالأذن فهو تجسس، وما كان بالسير بالأقدام فهو تحسس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقف وقفة هنا الإمام الكبير العلم الفخر الرازي: لماذا كان اليأس من رحمة الله كفرا؟ قال: لأن اليائس من رحمة الله إنما يسيء الظن برب الأرض والسماء، سيء الظن بالله. الأمر الثاني أن الذي ييأس من رحمة الله عز وجل يتهم ربه بعدم إحاطته بجميع المعلومات. الأمر الثالث أن الذي ييأس من رحمة الله يتهم ربه بالبخل، وحاشا لله عز وجل أن يكون كذلك. وكل شيء من هذه الأمور الثلاث يؤدي إلى الكفر. بل إن اليأس من رحمة الله والقنوط هو أخو الضلال. سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عز وجل من قصته قال تبارك وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. لما دخلت عليه الملائكة تبشره بإسحاق قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو سيدنا إسحاق عليه السلام. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ ردت عليه الملائكة قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فرد الخليل عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. السيدة سارة زوج الخليل طاعنة في السن تحبو نحو المئة من عمرها، احدودب ظهرها وأثرت فيها تجاعيد الأيام وحوادث الزمن. تتوكأ على عصاها تأتيها البشرى، فلما بشرتها الملائكة قال عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ومعنى ضحكت يعني حاضت، وهذا هو التفسير الصحيح للآية. عند العرب لن تستطيع أن تفسر القرآن الكريم إلا إذا أتيت من قبل اللغة أولا المفردات اللغوية لكلمة ضحكت. يقال ضحك الوادي أي سال، وضحكت المرأة أي حاضت، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله أكبر، أي كرم وجود. لم يبشرها بإسحاق فقط، بل إنما بشرها الله بإسحاق ونافلة، وهو يعقوب ولد الولد، يسمى في القرآن الكريم نافلة، كما ذكر ربنا في سورة الأنبياء. إذن من خلال ذلك بشرها، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ردت الملائكة قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ إنه الأمل في رحمة الله، الأمل في رحمة الله الذي
جعل سحرة آل فرعون في أول النهار كانوا سحرة فجرة، وما غربت عليهم الشمس إلا كانوا شهداء بررة، دخلوا الجنة من أوسع الأبواب. إياك أن تقنط من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء، إياك أن تقنط أحدا من رحمة الله، فقد تاب على سحرة فرعون طلت عليهم الشمس وهم من شرار الخلق، وما غربت عليهم الشمس إلا وهم من خيار الخلق، إنها رحمة الله. تأمل قصة زكريا عليه السلام وهو طاعن في السن أيضا، في صدر سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني يا محمد علم الناس وذكرهم ذكر رحمة ربك، أي اذكر رحمة الله إذ رحم عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وأفضل ما يكون الدعاء أن تخفت في الدعاء، قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أن تكون مخافتا في الدعاء، وفضل دعاء السر على دعاء العلن كفضل صدقة السر على صدقة العلن. إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا قال بعد ذلك؟ قال رب إني وهن العظم مني. هنالك توسلات لسيدنا زكريا عليه السلام، إن أردت أن يستجيب الله عز وجل لك فتوسل إلى الله، قدم بين يدي الدعاء توسلا. قال رب إني وهن العظم مني، يعني كبرت، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تأمل هذه الآية، ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب ما تعودت منك إلا الجميل، ما دعوتك إلا وأعطيتني، وما قصدتك فرددتني، وما سألتك وخيبتني، يا رب عودتني الجميل فلا تمنح عني أو لا تمنع عني هذا الجميل. هذا زكريا عليه السلام، وكما كان بعض ملوك العرب قديما دخل عليه بعض الشعراء يطلب منه مالا، فقال له بعض ملوك العرب من أنت؟ قال له أنا الذي جدت عليه في العام الماضي، أنا الذي أعطيتني في العام الماضي. فقال له الملك أهلا بمن توسل بنا إلينا، ثم أعطاه. سيدنا زكريا عليه السلام توسل إلى الله به فأعطاه الله عز وجل. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ومعنى كلمة شقيا يعني محروما، يعني يا رب لا أحرم وأنا في كنفك وأنا ألوذ بجنابك وقد أنخت مطاياي ببابك، هذا معنى ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من وراء كل ذلك توسلات. بعدها وكانت امرأتي عاقرا، قلت قبل ذلك فرق العلماء بين العاقر والعقيم، فالعاقر هي التي لا تلد أصلا وليس هناك من سبب لأن تلد أصلا، يعني مستحيل إلا بمعجزة أن تلد، هذه العاقر. أما العقيم فقد تلد، العقيم والعقم له أسباب، فقد رزق الله تعالى العقيم ورزق العاقر، فإن حرمت الولد فثق في الله عز وجل الذي رزق العقيم والعاقر أن يرزقك. سؤال يطرح نفسه، لماذا سأل زكريا ربه في هذا التوقيت بعد أن بلغ من الكبر عتيا بلغ 86 سنة؟ لماذا؟ وأين كان زكريا عليه السلام طيلة هذه الأعوام؟ السبب في ذلك أن زكريا لما كافل لمريم عليها السلام وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب
وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ رزق في فصل الصيف طعام الشتاء وفاكهة الشتاء تأتي إليها في الصيف. أنزلتها ملائكة الله عز وجل من السماء لمريم، فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هذا السبب الذي حرك لسان زكريا عليه السلام بالدعاء، فكأنه قال يا رب إنك رزقت مريم بدون سبب في غير موعد، فليس بعيدا علي أن ترزقني بلا سبب وبدون موعد. فرزقه الله عز وجل بيحيى كما رزق مريم عليها السلام بدون سبب. هذا السبب الذي حرك زكريا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إن الأمل في آيات الله عز وجل كثيرة، وفي قصص القرآن الكريم كثيرة. ذكر الله عز وجل أملا لمن ضاقت به السبل وسدت في وجهه الدروب وادلهمت الخطوب، وهو سيدنا يونس عليه السلام. كيف أن الله عز وجل أنجاه بالتسبيح؟ أقول لك إن ادلهم بك الخطب وضاق بك الأمر فالجأ إلى الله عز وجل بالتسبيح. يقول سيدي عبد القادر الجيلاني، وبعض الناس بيفتكر لما نقول سيدي عبد القادر الجيلاني يعني احنا بقينا درويش. يا جماعة خذ من كل شيء أحسنه، وعلمنا الأزهر أن تأخذ من كل شيء أحسنه. أتكلم عن ابن القيم بل أعتبره أول من تأثرت به في حياتي، وهو وابن تيمية. وتأكلم عن سادات التصوف وأعتبرهم سادة وقادة. نحتاج أيها الموحدون إلى أن نحيي الحياة الروحية عند هذه الأمة، كما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي: الأمة في مسيس الحاجة إلى فقيه صوفي وإلى صوفي متفقه. لما انشطرت الأمة إلى سلفية وصوفية ضاعت الأمة. نحتاج إلى الجمع بينهما بدون بدع ولا خذعبلات، وبدون تشدد ولا تنطع، وبدون وقوف عند حرفية النص. أيها الموحدون، الإسلام أرقى من ذلك. الإسلام أرقى وأجمل وأشمل من كل الجماعات التي انتسبت ونسبت نفسها إليه. يقول إنه لتضيق علي الأمور ويدلهم علي الخطب، فأحمس في أذن الأرض وأسجد لله عز وجل بدعاء ذي النون، فما أرفع رأسي إلا وتفرج بحول الله وطوله. دعاء سيدنا ذي النون عليه السلام: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أوله تهليل، وأوسطه تسبيح سبحانك، وآخره اعتراف. قال عليه الصلاة والسلام: دعاء أخي ذي النون ما من مسلم يدعو به إلا استجاب الله له، ما من مسلم يدعو به إلا استجاب الله له، وهو دعاء يونس عليه السلام. ونادي إذا سجدت له اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء كما ذكرت. مجرد أن تذكر الله عز وجل التسبيح يفرج الهم، وهو ينبوع من ينابيع الأمل. تأمل في آخر سورة الحج كيف خاطب الله نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. إذا ادلهم بك الخطب وكثرت عليك الهموم والغموم، فأكثر من التسبيح
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الموحدون، فما زال الحديث ساريا حول الحديث عن الأمل، وكيف يستطيع الإنسان منا أن يتحدث عن ينابيع الأمل؟ فهناك طائفة من الناس لا كثرهم الله وأراح منهم العباد والبلاد، إنما هم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هلكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم أي شدهم هلاكا، أهلكهم هو الذي تسبب في إهلاكهم. وكثير من الناس مرجفون في الأرض، كثير من الناس إن تكلموا فإنما يتكلمون عن مواطن السلبية في حياتنا، يتكلمون عن مواطن الخلل، يقولون ضاعت البلاد، ويقولون نحن على شفا حفرة وكذا وكذا وكذا. حذر النبي من هؤلاء، هؤلاء سماهم الله بالمرجفين في الأرض، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبث روح التفاؤل بين الصحابة. يأتيه عدي بن حاتم الطائي كما عند مسلم في الصحيح، قال عدي بن حاتم: جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلست عنده، فجاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني الفقر، ثم جاءه رجل آخر يشكو إليه قطع الطريق من البلطجة في الطريق، فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة هذه بالعراق. قال: قلت يا رسول الله سمعت عنها ولم أرها. قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن طال بك الزمان أن ترى الضعينة تأتي من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله. يا عدي بن حاتم، يوشك أن تأتي الضعينة، يعني المرأة تسير لوحدها، يوشك أن تأتي الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله. قال عدي بن حاتم: قلت في نفسي أين هي من دعار طيء، أين هي من دعار طيء قطع الطريق، كيف يتركونها؟ ثم قال لي: يا عدي بن حاتم، لئن طال بك الزمان لتفتحن كنوز كسرى. قال: قلت يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال عليه الصلاة والسلام: كسرى بن هرمز. يا عدي بن حاتم، يا عدي بن حاتم، يوشك إن طال بك الزمان أن ترى الرجل يخرج بكف وقد ملئ ذهبا أو فضة فلا يجد من يقبله لكثرة المال آنذاك. قال عدي بن حاتم: لقد طال بي الزمان ورأيت الضعينة تأتي من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله. ولقد طال بي الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحت كنوز كسرى وكنت ممن فتحها. ثم قال عدي بن حاتم: ولئن طال بكم الزمان لترين أو لتروا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الثالث. هذا التفاؤل الذي كان يسوقه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الاستعجال، التفاؤل الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نراه الآن حينما يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن يمضي الليل والنهار إلا ليتمن الله عز وجل هذا الأمر، ولن يبقى بيت إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذا ما نراه الآن،
الإسلام الآن يطرق قارة أوروبا العجوز، كل عام يدخل في الإسلام الإحصائية المتوسط من 20 لـ27 ألف في أوروبا لوحدها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حسب آخر إحصائيات سنوياً يدخل في الإسلام حوالي 30 ألف مسلم كل عام. فإن الإسلام يزيد ولا ينقص، بل إن الإسلام أوشك أن يطرق أبواب أوروبا أيها الموحدون. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مهما مهم الخط لا تنظر بعين سوداوية، بل تفاءلوا بالخير تجدوه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم الأمور التي تعينك على التفاؤل والأمل أولا أن تحسن ظنك بالله. قال ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو ما أحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله فوق ما يظن. ومعنى أن تحسن الظن بالله، الطالب يحسن الظن أن الله عز وجل سيوفقه، التاجر يحسن الظن أن الله سيغنيه أو سيربح من تجارته، الفقير يحسن الظن أن الله سيغنيه، الجائع أن الله سيطعمه، المريض يحسن الظن أن الله سيشفيه. هذا حسن الظن بالله تبارك وتعالى. تأملوا هذه القصة، لما يأتي يوما من الأيام، وهذا يدل على أضرار اليأس، ملك من الملوك يوم من الأيام دخل إحدى المعارك فانهزم هو وجيشه. قال: فانزوى في ركن في جانب من الجوانب، قال: فرأيت نملة وهي تحمل حبة قمح، وكلما صعدت بها وقعت، كلما صعدت وأتت بها عدة مرات فحركته النملة. ثم قال في نفسه: لئن كانت هذه نملة ضعيفة حاولت مرارا والله لا أحاولن، وما زال كذلك حتى انتصر. كيف حولت هذه النملة هذا الرجل إلى رجل إيجابي؟ لأن التفاؤل والأمل يحول الهزيمة إلى نصر. تأملوا قصة بقي بن مخلد الأندلسي، وهو من تلامذة أحمد بن حنبل وكان ببلاد الأندلس. بقي بن مخلد الأندلسي بينما هو في مجلسه أتته امرأة عجوز، قالت له: يا شيخ، إن ابني قد أسرته الروم وليس معي غيره. يا شيخ، أنا لا أستطيع أن أنام الليل، ليس لي قرار ولا نهار، وابني هذا قد سيطر الحزن بسببه علي. فقال بقي بن مخلد: انصرفي أمة الله وسندعو الله لابنك. انصرفت المرأة من مجلسه وهي متفائلة بدعوة الرجل الصالح الشيخ الوقور. قالت بقي بن مخلد: مرت 3 أيام وإذ بالمرأة تأتي في مجلسه بابنها في يدها، فسألها بقي بن مخلد عن قصة ولدها هذا، كيف خرج وكيف أطلقوا سراحه. قال: احكي لي يا بني. قال: كنت من خدام الملك. قال: ثم ماذا؟ قال: قيدوني بالسلاسل والأغلال في يديه ورجليه. قال: ثم ماذا؟ قال: في ليلة من الليالي وأنا أمشي سقط القيد من رجليه. قال: فأتوا بي إلى الملك فضربني وزجرني ونهرني، ثم أتوا بحداد وأحكموا المسمار في رجلي، ثم قال لي: لم فكيت القيد يا أحمق؟ قلت: والله ما فككت القيد ولكنه قد انحل. قال: فبينما أنا كذلك أتوا بالحداد فأحكم المسمار، وبينما أنا أمشي خطوات انحل القيد وسقط من رجلي، فأتوا بالحداد مرة أخرى فانحل القيد، فأتوا بكبار الرهبان آنذاك، فقال للملك: أرى أن تطلق سراحه فإن خلفه دعوة مستجابة. قال بقي بن مخلد وقد اغرورقت عيناه بالدموع: يا ابن أخي، متى كان هذا الأمر؟ متى سقط القيد من رجليك؟ قال: في ساعة كذا في ليلة كذا. انخرط بقي بن مخلد في بكاء مرير،
ثم قال لهذا: والله لهي الساعة التي دعوت الله لك فيها. هذه الساعة التي دعا فيها انحل فيها القيد، لأن الدعاء سهام ترسل، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء سهام وهو سلاح الأقوياء لا سلاح الضعفاء. سيدكم وسيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب الحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه، في غزوة بدر دعا الله عز وجل حتى سقط رداؤه من على كتفه، الصديق بجواره يقول له: كفاك مناشدتك لله، إن الله سينجزك ما وعدك. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك، تهلك وليس تهلك بالكسر اللفظ الصحيح، إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ثم قال: اللهم إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم. ثم قال للصديق رضي الله عنه: أبشر، هذا جبريل آخذ بعنان فرثه على آثار النقع، يعني التراب. رأى النبي جبريل وهو آخذ بعنان فرسه، وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. معنى تستغيثون تجأرون إلى الله، تحول الدعاء إلى ابتهال والابتهال إلى استغاثة، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ليس معنى أذلة أذلاء من الذل، حاشا لخير فئة على وجه الأرض أن تكون أذلة، بل إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، بل معنى أذلة يعني متذللين خاضعين خاشعين داعين مبتهلين، هذا معنى أذلة. فقد نصر الله النبي والصحابة بسبب التضرع، وكل ذلك صور من الأمل التي ساقها سيد الناس صلوات ربي وسلامه عليه. أختم بين الواقع والمأمول الأمل. حدثت حربتان عالميتان، الثانية كانت أشرس من الأولى، أما الثانية فكانت ضحيتها اليابان وكانت ضحيتها ألمانيا. فأما اليابان فقد أصيبت بما أصيبت به كما تعرفون جميعا، أما ألمانيا فقد شطرت إلى نصفين. فتأملوا اليابان لما حدث ما حدث من القنابل النووية التي ضربت بها اليابان، كيف أنها شبت عن الطوق وقامت وبقيت الآن في مقدمة الدول الاقتصادية الماردة. تأملوا. أما عن ألمانيا فقد اتحدت بعد ذلك. تأملوا أيها الموحدون، الأمل هو الذي حدا هذه الدول أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، فلا بد أن نقرن بين الأمل والعمل. الأمل ليس كلام ولا دغدغة مشاعر بنتكلم، ولكن ينبغي عليك دائما وأبدا أن تضع في حسبانك أن الله عز وجل فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. ينبغي عليك أن تجعل في ذهنك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمى المال الصالح للرجل الصالح، يعني الإسلام يريد رجلا قويا، رجل أعمال يتقي الله، رجل أعمال ينفق في سبيل الله، رجل أعمال يصلي الصلوات الخمس في جماعة. وضاعت الأمة لما فقدنا هذا الأمر، فوجدنا رجال الأعمال إلا من رحم الله انفضوا عن هذا المبدأ وهو القرب من الله، ووجدنا أن القريبين من الله عز وجل ركنوا في المساجد وقبعوا فيها وظنوا أن السماء تمطر ذهبا وفضة. قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عثمان بن عفان ما مات حتى كانت غلة النخيل فقط 100,000 دينار، 100,000 دينار سيدنا عثمان بن عفان غلة النخيل فقط. وما مات عبد الرحمن بن عوف إلا كانت ثروته 300,000 دينار.
300 ألف دينار ثروة سيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهو الذي قال عن نفسه: نعم المال أستعين به على طاعة ربي وأعف به نفسي عن سؤال اللئيم. أسأل الله تعالى بأحب أسمائه إليه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين، أواهين مطواعين منيبين. اللهم احفظ على مصر جيشها، واحفظ على مصر أمنها، واحفظ على مصر استقرارها، واحفظ على مصر برها وبحرها. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى الخيرات، ومن أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه وشل أركانه. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى الخير، ومن أرادنا بشر فاجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين في بلاد الشام. اللهم أغثهم يا مغيث يا ذا الجلال والإكرام، بدل خوفهم أمنا وهزيمتهم نصرا. اللهم اجمع شملهم عليك بعدوك وعدوهم، اجمع شمل إخواننا في اليمن يا ذا الجلال والإكرام، اجمع شمل إخواننا في اليمن يا حي يا قيوم. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم. نسألك اللهم أن تجعل خير أعمارنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اغفر لعلمائنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولكل من دعا لنا أو دعونا له، أو أوصانا بالدعاء، أو أوصيناه بالدعاء، أو أحبنا فيك أو أحببناه فيك. نسألك اللهم أن تعطي كل سائل في جمعنا ما سأل برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.